هكذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل في كل مكان، نحييكم ونرحب بكم من هنا من على ارضيه ميدان الفلي لسباقات الهجن العربيه الاصيله هنا في هذه التحديات من رياض الاباء والاجداد. شوطنا الثاني وشوطنا الحادي عشر في التعداد المخصص للقعدان اللقايا والمسافه 4 كيلومترات الحاضره والمتواجده في هذا المسار المتميز. اذهب بكم مباشره الى الصداره والمقدمه، اتابع هنالك الصداره الاولى، اتابع هنالك ايضا من ياتينا عواد مبارك محمد بالويهلي حافي من يقدم هذه الانطلاقة بينما ثاني المراكز، وتابع ورقب الواصل والمتحدي البازة حمد بن هويدة بن خميس الحكماني ينطلق على ثاني المراكز وثالث المراكز. وصلت الأسماء والشعارات، وصل أيضا من ياتينا أيضا هناك وصول مميز، أسين الطليلي زايد بن خليفة بن سعيد بن سقيط المسعودي من ياتينا على رابع المراكز وخامس المراكز. وصل اسم جديد، وصل أيضا من ياتينا أيضا وصل الانتشاري من ياتينا مع انطلاقة الانكشاري ناصر بن سالم بن سعيد الخميسي بينما خامس المراكز. وصلت الأسماء والشعارات من يتدخل وياتينا أيضا بانطلاقة رائعة ومميزة من ياتينا أيضا هنالك ايضا مشكور حميد بن سالم بن حميد بن سالم المالكي بينما سادس المراكز. وصل اسم جديد، وصل ايضا من ياتينا كراره حمد بن محمد بن سالم الوهيبي وسابع المراكز. وصل ايضا من ياتينا اسم جديد ضاري بدر بن ناصر بن علي بن سعيد الوهيبي. وصلت الاسماء والشعارات، الكل باحث عن الفوز والانتصار، الكل يمني النفس بهذا الفوز الكبير بينما ايضا من ياتينا بانطلاق رائعة أيضا مميزة بانطلاقة أيضا هنالك أيضا الطياري محمد بن سعيد بن سلطان الحافي وأيضا وصول مميز من ينطلق أيضا وياتينا أيضا ضاري بدر بن ناصر بن علي بن سعيد أيضا المالكي. ولكن لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة إلى صدارة هذا الشوط. ما شاء الله يا هذا الانطلاق الرائع وهذه التحديات، الكل يطمع الفوز والانتصار، الكل يمني بالنفس بنقطة ذهبية من هنا من على أرضية ميدان الفليج. ولكن لنا عودة إلى الصدارة إلى المقدمة من ياتينا أيضا بين ياتينا ايضا بانطلاقه رائعه ايضا بانطلاقه الطليلي زايد بن خليفه بن سعيد المسعودي ينطلق مع انطلاقه الطليلي بينما ثاني المراكز. وصل المليون سالم بن جمعه السعدي وثالث المراكز. وصل ايضا من ياتينا ايضا الباز حمد بن هويدن بن خميس الحكماني، هذه ثلاثيه تنطلق وتتنافس بينما رابع المراكز. وصل ايضا من ياتينا بانطلاقه رائعه ايضا هنالك الطياري محمد بن سعيد بن سلطان الحافي لينطلق على رابع المراكز وخامس المراكز. من ياتينا ايضا شعار كراره حمد بن محمد بن سالم الوهيبي وسادس المراكز. وصل شعار الوهي هناك ايضا مكتوم الوهي محمد الحافي يقدم لنا شاهين بينما سادس المراكز. وصلت الاسماء والشعارات، وصل ايضا من ياتينا ايضا بانطلاقه مميزه مشكور حميد بن سالم بن حميد بن سالم المالكي وايضا وصول جديد. وصل ضاري بدر بن ناصر بن علي بن سعيد الينيبي. الله الله يا هذه التحديات، يا هذه الاشماء، يا هذه التحديات. ولكن لنا عوده الى الصداره الى المقدمه الى الطياري ما شاء الله محمد بن سعيد بن سلطان الحافي، هذا الشعار الكبير يا ما صال وقال وسط احرف من ذهب على الصداره الاولى يمني نفس بانتزاع هنا نقطه صباحيه مميزه بينما ثاني المراكز. وصول مميز وأداء كبير من ياتينا الطليلي زايد بن خليفة بن سعيد المسعودي. وصلت الأسماء، بدأ الزحف، بدأ بالانطلاق أيضا شعار مكتوم بمحمد بن الوهيب الحافي. وصل شعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. وصل اسم جديد، وصل أيضا شعارات مميزة، وصل هملول أحمد بن حمد بن سعيد القفيلي أول نداء لانطلاقة هملول. ولكن لنا عودة إلى الصدارة، الكال الأخير فتحنا أبواب
بقيادة هذه الشارات بهذه الأسماء الكبيرة والمميزة، بقيادة أيضا من يأتينا أيضا من تلاقي الطياري محمد بن سعيد بن سلطان اليحافي، ولكن غير أيضا هناك أيضا مكتوم بن محمد بن الوهي اليحافي ينطلق مع عواد على الصدارة مع المقدمة، وأيضا تحرك كرارة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، وصيد أيضا اسم جديد وصل هملول أحمد بن حمد بن ناصر الغفيلة يا سلام، ولكن لنا عودة إلى عواد مكتوم بن محمد أيضا اليحافي، ووصل أيضا من ياتينا أيضا هنالك أيضا هملول أحمد بن حمد بن سعيد الغفيلي غير الصدارة غير المقدمة، ما شاء الله الأمتار الأخيرة الأمتار الأخيرة الفاصلة عن الفوز والانتصار هملول هملول، وأيضا الطيار محمد بن سعيد اليحافي ولكن غير اسمه جديد، وصل أيضا من ياتينا بانطلاقة رائعة ومميزة أيضا من ينتين هناك أيضا من سموي خميس بن حمد بن خميس البطيني غير البطيني، وأيضا غير هداد السيل بن عامر بن سعيد الغفيلي غير هداد على الصدارة على المقدمة، ما شاء الله يا الغفيلي الأمتار الأخيرة الفاصلة عن الفوز والانتصار، أيضا من يقدم لنا هداد أيضا هنالك السيل بن عامر بن سعيد الغفيلي، وقادم أيضا من ياتينا أيضا بالدخول مميز أيضا هنالك أيضا من ياتينا سموه خميس بن حمد بن خميس البطيني، ولكن غير على الصدارة انطلق الفوز والانتصار انطلاقة النصر السهيل بن عامر القفيلي، سلام لك نزف لك التهنئة من هذه اللحظات ما شاء الله، بينما المركز الثاني وصل أيضا ياتينا سموه خميس بن حمد بن خميس البطيني، وثالث المراكز أيضا من ياتينا هنالك لافي حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، تهانينا والناموس لمالك هداد السهيل بن عامر بن سعيد القفيلي، تهانينا والناموس للجميع.